أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وادعت بأنها ضبطت 3 قطع أسلحة في منزل أحد المعتقلين في بلدة بيت فجار شمال الخليل. كما وقعت مواجهات في بلدة بيت فجار إثر اقتحام الاحتلال البلدة ومداهمة عدة منازل. في هذه الأثناء أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل شهيد واعتقلت آخر في بلدة بني نعيم شرق الخليل. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيد محمد طرايرة في بلدة بني نعيم منفذ عملية الطعن في مستوطنة خرصين شرق الخليل، وسلم ذويه قرارا بهدم منزلهم. في هذه الأثناء قررت ما تسمى بهيئة القضاء في محكمة الاحتلال العليا تحويل ملف احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل للقضية، وأمهلت النيابة تقديم ردها حتى 11 من شهر تموز الجاري. ويواصل الاحتلال احتجاز 12 شهيدا في الثلاجات، من بينهم 6 شهداء مقدسيين و3 شهيدات. قدمت وزيرة العدل في حكومة الاحتلال إليت شاكيد مؤخرا مشروع قانون لإقراره من قبل الحكومة الإسرائيلية، وذلك تحت عنوان قانون الفيسبوك. وسيكون بإمكان الجهات الإسرائيلية المسؤولة عن مكافحة التحريض إزالة المواد التحريضية من صفحات الفيسبوك دون إذن الشركات المسؤولة عنها، وذلك تحت ذريعة أن إجراءات التواصل مع هذه الشركات وطلب إزالة المواد يستغرق وقتا. نختم الموجز مع حالة الطقس. فمن المتوقع أن يكون الجو يوم غد الذي يصادف أول أيام عيد الفطر السعيد حارا وجافا نسبيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. ويوم الخميس يبقى الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله، وإلى اللقاء.